أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح نجاح أول عملية جراحية كاملة لزراعة قلب طبيعي لمريض في العقد الثاني من عمره كان يعاني من فشل وقصور في وظائف القلب، وذلك في مركز سلمان الدبوس لأمراض القلب. وقال الشيخ باسل أن نجاح هذه العملية يأتي تتويجا لجهود من التخطيط والتجهيز للعمل على برنامج زراعة القلب، وإن الوزارة عملت بالتعاون بين عدة قطاعات لضمان امتلاك الخبرات الجراحية والعلاجية المتطورة اللازمة لدعم برنامج كامل لزراعة الأعضاء. لا مفاضلة إلا بالجهد ولا تمايز إلا بالمنجز، كثيرة هي قصص النجاح في الحياة المهنية، ولكن قصة النجاح التي سجلها الفريق الطبي في مركز الدبوس للقلب شكل علامة تاريخية فارقة في صفحات العمل الصحي. الحمد لله اليوم تم زراعة أول مريض القلب في العقد الثاني من عمره. طبعا الحمد لله العملية تكلت في النجاح، العملية تمت بإعداد وطواقم كويتية وأيضا بفنيين وإداريين عملوا الكثير لإنجاح مثل هذه العملية بوقت قد يكون ساعات من وقت وفاة الدونر المتبرع إلى وقت زراعتها. قبل اتخاذ هذه الخطوة إجراءات اتبعت قبل عملية الزراعة. في إجراءات معينة تم إعطائها للمريض قبل بداية الزراعة لتنزيل نسبة المناعة، ويستمر على علاجات مناعية في الفترة القادمة حسب جدول معين وحسب نسب معينة حسب مستويات الدواء في الدم. وكذلك هناك جدول معين لأخذ عينات من القلب عن طريق القسطرة. قبل إجراء العملية بيومين قرر الفريق الطبي تركيب قلب صناعي متكامل للمريض، ولكن تغير المسار تماما لوجود متبرع قلبه متطابق للمريض، وكان الحل الوحيد الزراعة. إنه معقول المريض بي بوزيتيف والدونر بي بوزيتيف موجود بالكويت بابن سينا ريدي تو بي ترانسبلانتد. فبلشت المكالمات، فحصنا دم المريض لقينا الدم متطابق، فحصنا الفيروسات لقينا ما عنده فيروسات معدية، كل شيء بعد ساعتين ثلاثة بين انه مطابق، القلبين مطابقين حتى السايز قريب. طبعا الدونر كانت مرأة والريسيبينت رجال، فدائما الواحد بيخاف يركب قلب مرأة قلب رجال لانه قلب المرأة دائما صغير بالنسبة للحجم، ولكن It seems انه القلبين كانوا مطابقين لحوالي 10% difference. الانتكاس بدا من يوم الجمعه، بدا يسوء حالته اكثر واكثر. المريض صاحي وقاعد ويتكلم لكن قلبه في صدره ما قاعد يشتغل، يكاد القلب يعني ما يعمل تقريبا. فهو حي لان في اله، مجرد ان الاله تطفى يتوفى. فما عد الزراعه تنتهي العمليه ثم تبدا الرحله الثانيه، وهي كيف نقوم باداره المريض واعطاء الادويه اللي تمنع الرفض. وبعد هذه العمليه سيخضع المريض الى عده جلسات للتاهيل القلبي لينتقل من بعدها الى مرحله جديده مضيئه في حياته. إنجاز يحسب ويسجل لوزارة الصحة، وإن دل على شيء فإنه يدل على المهارات المهنية العالية التي تمتلكها الكوادر الطبية الوطنية لإنقاذ المرضى الذين هم بحاجة إلى زراعة القلب. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.